السيدة أسمى الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه لمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. بالتوفيق والنجاح والعمل على مقاربة جديدة لكل المواضيع، تونس لها النساء، ذكر حسن حسني عبد الوهاب في كتابه المعروف الشهيرات التونسيات، كتب عن البعض وعن فاطمة الفهرية وأروى القيروانية، ولكن هناك عديد من النساء اللائي شاركنا في الحركة الوطنية. وأذكر رسالة عثرت عليها في أحدى الصحف، مواجهة من امرأة تونسية تطالب بوضع دستور، كان ذلك في السنوات الثلاثين، وعلق صاحب الجريدة آنذاك على هذا المقال: الدستور من وراء الخدور. هناك تاريخ حافل، وهناك أيضا المرأة التي تعاني، وبالتأكيد تابع وتتابعين معاناة المرأة في الريف، وقلت وأنا معهن أن كرامة الرجل من كرامة المرأة، وكرامة الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته. بالتوفيق إن شاء الله مع الجانب الأسرة، يعني جانب الطفولة، وهذا هام جدا، لأن كل قطاع يكمل القطاع الآخر. بارك الله فيك. شكرا.